عايز اقول لحضراتكم كمان بمناسبه التصريحات، احنا عندنا تصريحات كتيره جدا، ومهم ان احنا نستمع لكل التصريحات اللي بتكون عقب كل مباراه، بالذات لو بنتكلم عن مباراه القمه. نروح دلوقتي الكابتن سامي قمصان اللي امبارح اتكلم عن المكاسب، وقال كمان ان الفوز ده مهم جدا عشان ينهي المرحله دي من الدوري، واشار لوجود جماهير الاهلي طبعا في مدرجات الملعب ان هم كان ليهم دور اكثر من رائع في دعم اللعيبه. يعني عايز اقول لك اول ما الجول الاول جه احنا قلنا خلاص كده، يلا اللي بعده واللي بعده واللي بعده، كان في ثقه ان ده هيحصل، وقد كان. احنا كنا والله العظيم الاجوال كانت بتيجي بعد كده واحنا قاعدين، فجاه تقوم تنبسط. لا فعلا تالق. تاني هرجع اقول محمد شريف بجد انا من الناس اللي بحبه جدا كلاعب فعلا، وهو انا سعيده ان هو بيعود مره تانيه للتالق بتاعه، لان ناس كثيره كانت بتقعد تتكلم وتنتقد وحاجات زي كده طبعا خارج النادي الاهلي، بس دايما هنرجع نقول تاني الرد على الارض. خلينا نتابع تصريحات كابتن سامي ونرجع نكمل. بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي، مبروك للمنظومه كلها، الحمد لله اداء الحمد لله ونتيجه مميزه جدا. وزي ما دايما كنا بنتكلم معاك ودايما في الاستوديو كابتن ايمن طبعا وضيوفه، بارك لهم طبعا، اللي احنا بالنسبه لنا السنه دي تحدي كبير جدا بالنسبه لنا بطوله الدوري العام. الحمد لله اللعيبه مركزه جدا، بشكرهم طبعا على الاداء ده والروح ده والتصميم اللي هم عاوزين يعملوا نتيجه كبيره ونتيجه ويطمنوا بيها جمهورهم ويصمموا اللي هم عاوزين يوصلوا تصدرهم للدوري العام ورجوع بطوله الدوري العام للنادي تاني، ودي حاجه مهمه جدا وتحدي كبير جدا بالنسبه لنا، بشكرهم طبعا. لكن دي خطوه لسه، خطوات كبيره كتيره ان شاء الله نقدر نوصلها ان شاء الله. يعني اولا بالنسبه لكهربا طبعا، يعني ربنا طبعا بيكلل تعبه، والفترة اللي فاتت اشتغل على نفسه كتير جدا، ضحى كتير جدا، وقفت النادي معاه طبعا، ودي حاجة إيجابية جدا بتطمنته وتخليه دايما في تحدي اللي هو عاوز يثبت للناس اللي هو حاجة كبيرة جدا وحاجة مميزة جدا في النادي. النهارده بيثبت للمباراة التانية على التوالي ويأكد جدارته اللي هو موجود في النادي الأهلي، وأعتقد إن النادي الأهلي كان دايما في ظهره وسند ليه. يعني بقية اللعيبة طبعا بشكر طبعا خالد، أدى أداء مميز جدا، يعني يمكن أول مرة برضه بقاله فترة كبيرة ما بيلعبش في البوزيشن دوت، يعني اللي هو يأدي بالروح دوت والاداء ده والرجوله دي طبعا اداء مميز. مروان برده نفس القصه بالنسبه له، كريستو لما لعب الماتش اللي فات كان كنا نامل طبعا برده اللي هو يلعب الماتش زي ده، لكن عارف انت ظروف الماتش بتبقى ساعات بتبقى بتأيد شويه الراجل في التغييرات يعني. لكن في المجمل طبعا كل لعيبه ادت اداء مميز جدا، من اول الشناوي لحد محمد شريف لما نزل، كل اللعيبه يعني علي وهاني ورامي وحمدي فتحي وديانج وكل وحسين الشحات واحمد عبد القادر وقفشه، فكل اللعيبه طبعا ادت اداء مميز جدا. واعتقد ان هم النهارده كان زي ما بيقعدوا دايما جمهورهم اللي هم يادوا اقصى ما عندهم، اعتقد النهارده ادوا كده، بشكرهم وان شاء الله نتمنى منهم ان شاء الله الافضل في اللي جاي ان شاء الله. دايما كل الشغال في النادي الاهلي في منظومه النادي الاهلي عارف ان قوه جمهور النادي الاهلي، والتحدي دايما الكبير بالنسبه لنا هو الجمهور. يمكن لو الجمهور معانا في فترات كبيره جدا يعني السنه اللي فاتت يعني اعتقد كانت هيدينا دعم اكتر وهيدينا حافز اكتر، لكن احنا زي ما بقول وبكرر كل مره اللي احنا حاسس احنا قصرنا السنه اللي فاتت. ممكن النهارده ان شاء الله يكون السنه دي ان شاء الله يكون بقى رجوع تاني لبطولات الدوري العام ان شاء الله، بدايه رجوع الدوري العام وبدايه بطولات كبيره للنادي الاهلي، يعني سواء افريقيا، كاس مصر، بطوله كاس العالم اللي احنا نشارك فيها نهايه الشهر ان شاء الله. فاعتقد ان شاء الله يكون نقدر نفرحهم ونقدر نعوضهم على الفتره اللي فاتت ان شاء الله. طبعا لازم نحيي كل زملائنا وزميلاتنا فريق العمل في قناه النادي الاهلي اللي كانت حاضره امبارح طبعا، وكالعاده خليه نحل نقلت كل الاحداث وكل التفاصيل وكل الكواليس، وهي طبعا اللي سجلت كل اللقاءات اللي احنا بنستعرضها مع حضراتكم تباعا.